الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ساعة كنت شباب، احنا في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن موضوع الانت سلام، رحنا عن الانت وعن دور الشرط الانت سلام بتاع الاكسشين اللي هو الانت ام، وهو انيبل باي ديفولت في الاكسشين 2013. انا بس بعمل ايه؟ انا بنزل بعمل انستليشن الايجنت بتوعه، تمام؟ ان هو باي ديفولت انيبل، عشان يقدروا يشتغلوا معايا، تمام؟ طيب انا دلوقتي في حته زياده اختار هنا في الموضوع بتاع الانت سلام، حته انا عايز اعرف هنا الميل بوكس بتاعي، سوري الميل سيرفر بتاعي، هل الدومين بتاعي من سوق سلام ولا لا؟ يعني ايه سوق سلام؟ يعني في مواقع موجوده على النت متخصصه في ان هي ايه؟ في ان انا اديها البابليك اي بي بتاعي او اديها اسم الدومين بتاعي وتقول لي لو في مواقع ماسكه سبام ولا لا. يعني يعني مثلا انا عندي موقع اسمه ام اكس تول بوكس، ام اكس تول بوكس اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. لو جبت الام اكس تول بوكس دخلت انا الصفحه بتاعتي ام اكس تول بوكس عندي حاجه اسمها بلاك ليست، بلاك ليست انا بشوف فيها على الاي بي بتاعي، لوجيك اي بي بتاعي او اسم الدومين بتاعي. تقول انا اسم الدومين بتاعي واقول لحضرتك ايه، شوف لي انا من سوق السلام ولا لا، هل في مواقع متخصصه انها تشيك على الاي بي بتاعت الناس السلام ماسكين السلام ولا لا؟ انا هقول لحضرتك من سوق السلام في مكانين، تمام؟ والسبب كذا، ان الاي بي بتاعي ده ليست عنده مشاكل، الاي بي ده فيه مشاكل، تمام؟ دول بس اللي ماسكين السلام، تمام؟ بقيت المواقع، كل دي مواقع على فكره، كل دي مواقع متخصصه في حته ان هي تشيك على الناس، تشيك على الشغل الاي بي بتاعت الناس اللي عندها من السيرفر، تمام؟ كل دي مواقع هي مش ماسكين السلام. موقع تاني من اشهر مواقع في موضوع السلام ده، موقع سبام هول، سبام هول دوت او ار جي. موقع سبام هول زي الام اكس تول بوكس كده، في حاجه اسمها بلاك ليست ريموفل. انا لو عندي مشكله ان انا بلوك او كل ما تنسى توصل في الاسلام، ممكن اجي هنا في البلوك ليست ريموفل واقول لحضرتك شوف انا بشوف الاسلام فين. اجي هنا مثلا اقول له ايه؟ اقول لحضرتك شوف لي الدومين ده. على فكره ممكن هنا يقول لي انت بتشوف الاسلام، ممكن اشوف موقع تاني يقول لحضرتك ده مش بتشوف الاسلام، يعني اقول له ده مش بتشوف الاسلام. طيب انا هشوف على نفس الدومين اللي هنا، ارجع فيه واقول له شيك على ده، شوف ده انا شفته ولا لا، ده برضه مش هشوف الكلام، مع ان هنا ايه اللي حطيت هشوف الكلام في مكانين، تمام؟ انا عايز اشوف الفيز، اخش هنا على الفيز واشوف انا هشوف الكلام ده، واقول له مثلا رايح على الموقع ده واقول له شيك من الاسلام ساعه ساعتين لو دلوقتي كده كبير قوي يعني، هتنشن ايه؟ شن من الاسلام، تمام؟ طيب بلوك ليست تاني ارفيش انا ايه؟ في ثلاثة ماسكين الاسلام وهكذا يعني، تمام؟ تروح هنا تقول لك انت مش ماسك الاسلام. في مواقع كتير انا بستخدمها عشان اشوف ايه؟ اطمن على الاي بي بتاعي، تمام؟ طبعا في العادي مصر كلها تقريبا او يعني ناس كتير بتشتغل على الاي بي بتاعي، فهي مشكلة بلوك الاي بي، الاي بي بتاعتي ايه داتا؟ ليه؟ يعني حاجات كده يعني بسبب الدخول على بعض المواقع مش لطيفة يعني كتير، فالاي باد دي بتاعت الاي بي داتا كلها تقريبا مش بتستخدم، المشكلة مش في الاي بي، المشكلة مش في الاي بي بتاعي انا، المشكلة مثلا مش في اي سي تو، مش في اي سي تو كوم لوحده، لا المشكلة ان هشيل اي بي، لو جيت ابعت مثلا هوت ميل هيرد عليا ريجكشن مسج يقول لي البول بتاع الاي باد كله من سوق السلام، دي المشكله، مش اي بي واحد من سوق السلام، لان لو اي بي واحد انا اكلم فيه ده اقول له حضرتك عندي مشكله في الاي بي اللي شاري منك اديني اي بي تاني، لا المشكله مش كده، المشكله كده في ايه؟ ده بول الاي بي هات، ده في بول الاي بي هات، تمام؟ طيب انا بعمل ايه في الحته دي عشان امن نفسي شويه في الحته بتاعت البلاك ليست؟ بعمل ايه؟ بكلم في ايه ده؟
بعت لهم ميل، مش تليفون يعني، ميل، بعت لهم ميل بقول له حضرتك انا عايزك تكريت لي بي تي ار ريكورد، تكريت لي بي تي ار ريكورد يشاور على الميل بتاعي. طيب يبقى انا شاري منك 15 و20 و30 و22 مثلا، خليه يشاور على اسم الميل سيرفر بتاعي، تمام؟ بحيث ان اكون في مدارس عامل، على فكره مش كل الناس حاسه بيها ريكورد، حتى لو في اشتراك مش حاسه بيها ريكورد، لكن انا عامل في مدارس فيها ريكورد، اسم الميل بيشاور على الايميل بتاعه. في نفس الوقت هقول له، بقول له في داتا انا طالع الاي ام اس بتاعي، انا طالع من خلاله ليه؟ اقول لحضرتك انا عندي مشكله في الاي بي، كريت لي بي تي ار ريكورد بيشاور على النيم بتاعي، بحيث ان زياده في التامين يعني، ان لو في فاير وول ماسكني عشان يجي تشيك على الاي بي يلاقيه مثلا بيشاور على ec.email.ec.com، وبعدين يجي يتشيك على النيم يلاقيه بيشاور على الاي بي تاني، سوري يلاقيه مثلا الاي بي بيشاور على النيم موجود على تي داتا، لان الاي بي ده بيشاور على تي داتا مثلا. فهيحس كده في ناس بتشوف سبام، تمام؟ لا اعمل له بي تي ار ريكورد، بحيث ان لما كنا قبل كده على الفورم الاي بي، حضرتك لما الفاير وول يجي يتشيك على الاي بي، يعني الفورم الاي بي يتشيك على الاي بي ان هو بيشاور على النيم ده والنيم ده بيشاور على الاي بي ده، يبقى الموضوع سليم، فما حطيتش في الاوبن سيجنيشن في السبام. دي طريقه مشهوره قوي متخلص منها ايه؟ من قصه السبام، تمام؟ لكن على تجربه شخصيه يعني، الحكايه دي نفعت معايا في بالنسبه للجيميل والياهو، تمام؟ الهوت ميل زي ما قلنا كده في حاله الشركه نفسها، فكان لما حتى بعد ما عملنا البي تي ار ريكورد كان بيبعت ميل يقول لك انت ليبر ريكورد، انا مش هقدر ابعت الرساله دي لان انت سبام، بعد كده عملنا البي تي ار ريكورد بدا يستقبل بس مش في السبام، فهو الحقيقه فعلا مش في السبام، تمام؟ طيب دي حاجه كنت عاوز اقولها بس في الموضوع بتاع الانتي سبام، ازاي انا اتشيك على نفسي واطمن على نفسي، حلو كده؟ الواد بقى كل شويه طبعا الناس بتبص على حاجه كتير مليانه يعني، مش بس الحته دي، تقعد بقى تبص على دي ان اس توكن، ممكن ترجع كده مثلا تتشيك على لو جيت انا بديت مثلا تتشيك على الريكورد بتاعتك اللي عندك جوه دي، تشيك فيها سماعك ولا لسه، يعني مثلا تيجي هنا تديله مثلا ده وتقول له مثلا شوف، لا سوري دول اسم الدومين، تقول له تشيك، بيقعد يشتكي في شغلة حاجة مثلا، هنا تقول له ايه؟ انا عايزك تشوف لي الميكس بتاع السماعة ولا لا، بلاك ليست تشيك اللي هي موجودة اصلا دي، عايز انا عايزك تشوف لي دي ان اس لوك اب تشيك على الريكورد بتاعتي، عايزك تفست الايميل سيرفر، عايزك تشوف انا عامل دي كي اي ام، دي كي اي ام ريكورد ولا لا، اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، اس بي اف عامل لي مارك ولا لا، يعني سماعة ولا لا يعني، تمام؟ كل الحاجات دي، كل الحاجات دي ممكن ايه؟ ام اس ام اكس تول بوكس بتساعدني فيها، تمام؟ مش بس حته ايه؟ الانتي سلاب، هو يعني ممتاز يعني في حته الانتي سلاب اللي قوي فيها يعني، تمام؟ بيقول لك انت بتشوف فين بالظبط، تمام؟ طيب الحته اللي كنا عايزين نتكلم فيها في زياده يعني في الحته بتاعت الانتي سلاب، تمام؟ طولنا فيها شويه معلش. طيب النهارده بقى هنتكلم عن ايه؟ والله من الاساس النهارده بشكل عام هنتكلم عن حاجه، لو انت في واحد الانستول الاكسشينج، انا كان عندي حاجه اسمها ايه؟ انتي مالوير، واحنا مسؤولين في البروسيس بتاعت الباسيف الاكسشينج، كان بيقول لحضرتك عايز تنيبل، انا سوري عايز تنيبل تشيك بوكس كده، انا بقول لك لو رجعت تاني فيديو او تالت فيديو، عايز تنيبل الانتي مالوير ولا عايز تخليه موجود؟ لكن التشيك بوكس ده احنا كده قلت عن المالوير. يعني ايه مالوير؟ مالوير ده حد مثلا بيشتغل سكيورتي ولا حاجه، عامل مثلا في فيروس، في مالوير، في يعني حاجات كتير اسمها كتير يعني، مش هعرف اسمها دلوقتي. المهم في الاخر هي برنامج ضار او حاجه ضاره ممكن توصل لي على النت اتشمنت، تعمل لي مشكله عندي في النتورك بتاعتي، تعمل لي مشكله في النتورك بتاعتي، ويقول لك انت الاكسشينج نازل بنت ايه؟ مالوير، مالوير. لكن هنا بيكون ايه؟ مش بالقوه اللي احنا متخيلينها، تمام؟ مش بالقوه اللي احنا متخيلينها ايه؟ اعتمد عليها،
حلو كده. طيب احنا كنا قايلين في الشغل الاكس بوينت طبعا هي مالهاش اي خالص، لكن طبعا الرينج اللي انت سامعه وبعمله انيبل واظبطه والكلمات والكونتنت والستاندر وكل الحاجات الكتيره دي من خلال الباور شيل. طبعا التكنيك في كل الباور شيل، الباور شيل كوماندز بتاعت الرينج سلاك. تمام، طيب هنتكلم عن الموضوع المره اللي فاتت، لكن هو في حاجات كتير. تمام، الانتي مال وير انا بعمل له انيبل من خلال الباور شيل، وممكن اعمل له مانجمنت او اكري بوليسيز بتاعته من خلال اليو اي. تمام، فانا الباور شيل ممكن اعمل بيها كل حاجه كل حاجه. تمام، عندنا في التاب بتاعت بروتكشن حمايه دي عندي مال وير فلتر، مال وير فلتر. تمام، لو حد بص على اوفيس 365 هيلاقي مال وير بروتكشن دي فيها كذا كذا حاجات كتير، حاجات كتير يو ار يو ار يو ار فلتر وشوية حاجات كتير كده. تمام، لكن خلينا في الاكستشن اون بريم بتاعنا اللي انت عندك ايه المال وير فلتر. هو باي ديفولت هو ايه نعمل له انيبل. تمام، فانا ممكن انا عندي هنا دي الديفولت بوليسي بتاع المال وير بتاع الانتي مال وير. الانتي مال وير اللي هو بيعمل ايه؟ هو بيتشيك على المسج بتاعتي، بيتشيك على اهم حاجه بيتشيك عليها هي الاتشمنت اللي مع المسج، بيتشيك على الاتشمنت دي. الاتشمنت دي لو عمل اتشمنت اللي فيها مشكله انت بتحدد طبعا في البوليسي، يعني في البوليسي دي هنا انت بتحدد لو لقى مشكله يعمل ايه؟ يريجكت ولا يديكلاين ولا يعمل ايه بالظبط؟ ولا يبعت نوتيفيكيشن للمبيعات ده يقول له المسج ده فيها مشكله. انت بتظبط الكلام منين؟ من البوليسي. يعني مثلا تيجي مثلا ايه ساعات بتحصل ايه، اجي ابعت حاجه من الجيميل اقول له ابلود كذا، يقول لي ايه حاجه بتروح مثلا ابلود اي سي ايه، بتكتب ده ايه ده في مشكله. يعني لو جيت قمت فاتح جيميل دوت كوم، نفتح بس نفتح جيميل دوت كوم، انا اصلا هاجي ابعت حاجه دوت اي سي اي حاجه دوت اي سي اي. تمام، فممكن يديكت ده فايروس او ده في حاجه فيها مشكله. تمام، ممكن وما يقدرش الرساله بتاعتي او ما يقدرش يكتشف السنه بعد كده. فده الرول بتاع الانت مال وير ان هو يتشيك على الاتشمنت او الفايلات اللي بتتعامل مع الرساله، في مشكله يعملها ايه؟ ريجكت. تمام، الاكستشينج في حاجه ممكن انت تعمل خاصه بيها، لكن الحاجه دي انا في الاول طبعا ايه ده طبعا عملها انيبل، وانا بعملها انيبل ديسيبل وانا ايه مسطب. بعد كده ممكن اعمل ايه انيبل، لكن الانيبل بتاع الباور شيل ما اقدرش اجي هنا اعملها انيبل، انا بس ايه اخري اخري بوليسي. تمام، طيب انا عندي لو جينا بص هنا على التيك نت، التيك نت بيقول لي انت عندك كذا انتي مال وير بروتكشن اوبشنز اكستنشن 13 طبعا موجودين في 16. تمام، يعني ايه اوبشنز؟ يعني ايه الاوبشنز دي؟ انا عندي الاكسج بتاع مثلا هو الاون بريم، ما عنديش الا ايه؟ ما عنديش الا البيلت ان انتي مال وير الموجود في الاكسج الاون بريم. فبيقول لي اول اوبشن عند حضرتك بالنسبه للانتي مال وير اللي هو البيلت ان انتي مال وير بروتكشن الموجود في الاكسج 2013 اللي هو البيلت ان احنا هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله. تمام؟ وهنشوف هو بيجيب الاوبجيكتس بتاعته منين؟ اي مال وير اي انتي مال وير او انتي فاير وول او سوري عن ميل جيت واي فاير وول او حاجات من الحاجات دي لازم تعمل له ابديت، لازم تعمل له ابديت بدليل ان انا ويندوز ديفندر عندي لازم اعمل له ابديت. ويندوز ديفندر خلاص ويندوز 10 من اول ما شال من النت بيعمل ابديت نفسه، ويندوز ديفندر لازم تعمل له ابديت. تمام، لان الفيروسز والرانسوم ويرز والمال وير والمال ويرز والحاجات دي كل يوم فيها جديد، فلازم تعمل ابديت. انا لو عندي مثلا اي سيت او عندي مثلا كاسبرسكي او كده لازم الحاجه تعمل لها ايه؟ ابديت يوميا ديلي ديلي بينزل ابديتس. تمام، لذلك الانتي مال وير في الاكستشينج اللي هو البيلت ان لازم تعمل له ايه؟ ابديت. طيب باي ديفولت احنا بنتكلم عن الانتي مال وير المعرفه الرقم ابديت ده هو بيابديت نفسه كل نص ساعه باي ديفولت كل نص ساعه، بس انا ممكن اتحكم في الفتره دي. تمام، تاني اوبشن عندي في موضوع الانتي مال وير هو بيقول لي كلاود هوستد انتي مال وير بروتكشن. يعني ايه؟ حضرتك لو شاري اوفيس 365 حضرتك
تمام، زي ما عملنا المره اللي فاتت لما بعتنا سبام، انا بعت قبل كده سبام للميل الشخصي بتاعي بتاع الشركه بتاعتي، مره وصل، مره حصلت مره كده وصل في الانبوكس تمام، لكن في العادي بيوصل ايه في السبام. فاللي بيعمل القصه دي مين؟ هو الاكسشينج اونلاين بروتكشن. لو انا شاري اكسشينج اونلاين هو الانتي مال وير بتاعي، اكسشينج اونلاين بروتكشن، طبعا انا ممكن استخدم الاكسشينج اونلاين بروتكشن يتشيك على الريت اللوكال بتاعتي، ممكن اشتري يعني سيرفيس ممكن اشتريها تمام، لكن هي مع الاكسشينج اونلاين انا ايه هي اللي بتشيك على الريت بتاعتي باي ديفولت، لكن انا اون براند ممكن ايه ممكن اشتريها كسيرفيس. حلو كده، افرض عليا اللي من الطالع من عندي اخلي سنه كونكتور يشاور عليها، اخلي سنه كونكتور ثرو سمارت هوست ودخل حاجه بتاعت مايكروسوفت، وهو ايه بيفرغ اي او بي، وهو برضه جاي لي برسيم، وهو هو جاي لي الايميلات جايه لي هتعدى على ايه على اي او بي اللي انا شاريها من مايكروسوفت. لو انا ايه اون بريم انا اون لاين، هي موجوده عندي ايه باي ديفولت، هي بتفرغ الايميلات بتاعتي. حلو كده، ثالث حاجه ده الشكل اللي بستخدمه يعني ثيرد بارتي انتي مالوير بروتكشن. ثيرد بارتي يعني انتي مالوير او فاير وول او انتي سبام ديفايس هاردوير زي الفورتيجيت او او مثلا ويب سنس او الميل جيت واي مثلا بتاع سيمنتك، وفي حاجات اوبن سورس كمان قبل كده زي الميل كلينر مثلا، حاجات حاجات كويسه جدا يعني، لكن ويب سنس هو اقوى حاجه واغلى حاجه يعني. دي ثيرد بارتي انتي مالوير بروتكشن سولوشنز تمام، دي حاجه انا بستخدمها عشان انت اكت از مالوير، تحميني من المالويرز تمام، او الفيروسز او الرانسوم ويرز او اي حاجه اي اتشمنت في مشكله تجي لي على السيرفر بتاعي تمام. طيب احنا وقت نقول ان انتي مالوير باي ديفولت انيبل في الاكستشينج، وانا بسطب انا ايه عملت السيرفر حضرتك ما تعملوش سيرفر سيب انيبل تمام. طيب احنا نبص على البوشن كوماندز اللي بتحكم في الانتي مالوير. قبل ما ابص عليها انا هاجي هنا بس على الجيميل بتاعي، وصلنا بقول له حضرتك ايه ادخل كده ثانيه هاجي مثلا ايه كومبوز كده واقول مثلا تبعت لاي حد مثلا تبعت لنفسي بتاعي ده تمام، بس مثلا انا احاول اكتبش حاجه دوت بي اكس دي اجي مثلا داتا هقول له اوكي كده وهياخد وقت، وممكن في الاخر يقول لي ايه حضرتك ده الجيميل اللي عمل بتاعنا ده في مشكله وما يقدرش ايه ياخد الفايل ده تمام. اوقات بتحصل اوقات في ناس بتفتح حاجه بالظبط الرور ما يقدرش يقبلها تمام، يقول لك دي فيها مشكله مثلا بلاش دي عشان الحجم كبير تمام مثلا هو ما عملش اكس تي فايل اي حاجة قوم قفله قوم جايب تاني قوم خليها تاني بكرة ادي واحد تاني هسميه واجي هنا اقول له حضرتك اعمل لي اتشمنت حط لي جوايا على الديسك توب حط لي جوايا سي بي اس الى بلوك بلوك فور سكيورتي ليه؟ هو عمل شاف ان ده فيروس، هو شاف ان ده فيه مشكله، شاف ان ده مالوير، بيتكتب ان ده الحاجه دي فيها مشكله، ده بقى ايه الانتي مالوير بتاع جوجل، بيتكتب ان ده فيه مشكله، عمل ديتكشن ان ده فيه ايشو تمام؟ طيب انت عارف انا ممكن على فيسبوك ممكن ابعت ده، ممكن فيسبوك ما يعرفش ان ده فيه مشكله، لو جيت ارفع مثلا مثلا التكرار ده برضه ايه تمام، مالوير اللي عندهم قوه في الديتكشن في حاجه ايه الحاجات دي فيها مشكله تمام، ده يعملوا بايه بقصه الانتي مالوير هو ايه المفروض يعمل لي كده تمام. طيب نشوف بقى ايه كوماندات بتاعت الانتي مالوير، نشوف بقى الاوبشنز بتاعته اونلاين اون بريم عامله ازاي.
enable the scanning بتاع ال المنوال. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن اجي انا مش عايز المنوال بتاعي يشتغل، مش عايز المنوال بتاعي يشتغل او يكون شغال، يكون شغال لكن لو انا مثلا نسيت اعمل له انيبل انا وانا مسؤول هنلاقي بوش سكريبت هنا في البوش ده اسمه ايه؟ انيبل الخانه الثانيه انستول انت سلاب ايجنتس. تمام، دول سكريبت ايجنتس بتاع الانت سلاب. عشان انيبل الانتي مال وير لو انا مش عامل له انيبل بينبل هنا ايه؟ البوش سكريبت انيبل انتي سلاب انتي مال وير سكاننج. تمام، خلي الانت مال وير سكاننج شغال. باجي هنا واقول له حضرتك ايه؟ اعمل لي انيبل انتي مال وير سكان. تمام؟ انا وهو بيعمل كده وانا بعمل له انيبل وهو ماشي اصلا بيحاول يشوف مع ابديتس انتي سلاب انجنز ار ابديتنج، هو بيحاول يعمل ابديت. تمام؟ ولازم يكون ايه؟ لازم يكون وصل نت عشان موضوع الابديت ده ايه؟ يكون شغال. تمام؟ حلو كده؟ احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع الكيو، اتكلمنا في الميل فلو فاتكلمنا عن ايه؟ الكيو. الكيو ده هو السبب اللي بيخلي الانتي مال وير والانتي سلاب شغالين على مستوى الهاب ترانسبورت. ليه؟ لان الهاب ترانسبورت هي اللي متحكمه ايه؟ في الكيو. الكيو موجود اصلا في الهاب ترانسبورت اللي هي في العصر حاليا اللي هي في 2013 اللي هي موجوده جوه الميل بوكس. تمام؟ عشان كده الاثنين دول شغالين على مستوى ايه؟ الميل بوكس. انا جيت بعد كده وعايز اعمل ايه؟ ديسيبل الانتي مال وير بتاع الاكسشينج. انا مش عايز، انا عندي حاجه ثانيه ايه تكفيني يعني. نفس الباص بدل انيبل انتي مال وير سكاننج هلاقي بورشن سكريبت ثاني اسمه ايه؟ ديسيبل انتي مال وير سكاننج. لو جيت اسيرش عليه كده ديسيبل انتي مال وير سكاننج ده هيعمل العكس ده. ده ايه؟ ده بيديسيبل المال وير. ديسيبل انتي مال وير بتاع الاكسشينج. تمام؟ طيب انا ممكن والانتي مال وير شغال اصلا ممكن اباي باص المال وير فلترنج. يعني ايه كده؟ بورشن كمان اقول له دلوقتي عدل الفلتر ما تفلترش حاجه. تمام؟ وارجع بعد شويه يعني مثلا لقيت ان في ايميلات عندي كتير بيحصل لها ايه ريجكت بسبب الانتي مال وير. فانا ايه الايميلات دي لازماني، انا في ايميلات كتير مهمه ممكن يتيكني يا مال وير ويرفضها. فانا ممكن اجي هنا بشكل مؤقت يعني تمبرري واقول لحضرتك لا ايه خلي تعمل باي باس للفلترنج، عدي لي الحاجات اللي متفلتره. تمام؟ حلو كده؟ حلو كده؟ طيب يبقى انا ممكن والانتي مال وير شغال اقول له ايه شويه وقف السكاننج. ممكن اعمل له ايه؟ ممكن اشغل السكاننج تاني. تمام؟ فانا باجي هنا اقول له ايه؟ اخد الكومنت ده كده اشرحه
نصيحة شوف الناس تتعلم ما تحفظش كوماندات، ما تحفظش كوماندات. أنا قاعد عند بعض الكاستمرز، الراجل قاعد جنبي وأنا بسيرش على كوماند، مفيش أي مشكلة، وكوماند سهل بس أنا عايزه بالظبط. دي حاجة يعني ما فيهاش مشكلة إنك ما تحفظش البتاع، بس تبقى فاهم البورشن اللي هتجيبه هيعمل إيه. تمام؟ طيب فأنا هنا بقول له إيه؟ سيت داش المان وير فلترنج سيرفر، خلي لي يعني خلينا نكتبه مع بعض، سيت داش المان وير فلترنج مالوير فلترنج سيرفر اي يو جي سيرفر، خلي لي المان وير فلترنج سيرفر. المفروض اكتب له اسم السيرفر من هو، يعني بقول له خلي لي المان وير فلترنج سيرفر اللي هو مين؟ الكاس من المين بوكس. هو طبعا المين بوكس طبعا الاثنين اللي عندي على السيرفر واحد، فانا اكتب له ايه؟ اسم السيرفر اي سي تي اي اكس اي سي تي دوت اي جي. تمام؟ خلي السيرفر ده يعمل ايه؟ خليه مؤقتا يباي باس الفلترنج، هات الفلتر اللي عندي. تمام؟ طيب انا اخليه يباي باس ازاي؟ انا اخلي الفاليو، خلينا بس نشوف حاجه، يعني الفاليو اللي قصاد الباي باس فلترنج انا هشوف هي ايه باي ديفولت. طب اشوفها ازاي؟ امسح الكلام ده كله واجي هنا اقول له ايه؟ وريني المال وير فلترنج سيرفر ظروفه ايه؟ اف ام فورمات ليست، او ممكن اقول ممكن تبقى كذا حاجه، فورمات كاستم، فورمات ليست، فورمات كذا، فورمات تيبل، يبقى لك شكل تيبل. طيب انا هخليها ايه؟ اف ام فورمات ليست، يجيب لي ايه؟ داتا كتير عندي. وريني المال وير فلترنج سيرفر حضرته بيعمل ايه؟ تمام؟ اطلع كده يقول لي ايه؟ الحته بتاعت الباي باس فلترنج فولز، يعني ايه؟ يعني انا ريست باي باس الحاجات المفلتره، الحاجات المفلتره بتطبق عليها البوليسي يا اما ريجكتد يا اما ديكلاين. تمام؟ انا هفرق بينهم ريجكتد ديكلاين، هما الاثنين معناهم رفض بس هنعرف الفرق بينهم. تمام؟ طيب انا عايز اخلي الحته دي ليبل، عايز اخليها ترو، عايز اخلي الناس شوية دلوقتي تعدي في المركز بتاع الباك مش بتوصل عشان الهاند مال وير بيديتكت ان هي ايه؟ سباك. فانا اكتب الكوماند ده اقول له خلي لي المال وير فلترنج سيرفر اللي هو اي اكس دوت اي سي تي دوت اي جي بيعمل ايه؟ يباي باص يباي باص الفلترنج. طيب الفولس دي خليها تروح ازاي؟ اقول له ايه؟ لازم دور السند، لازم نخلي ايه؟ دور السند مكتوب كله انتر. تمام كده الباي باس فلترنج شغال، يعني لو انت هتعمل قلت له اوبجكت كده هيبص على الباي باس فلترنج هيلاقي بقى ايه؟ ترو، هيلاقي بقى ترو. يبقى هو كده انا بنفسي سنترالي قلت له حضرتك عدي لي الحاجات المفلتره. تمام؟ ده هعديها لك، لكن هو ديفولت لما انا اعمل له انيبل واعمل انيبل للسكاننج يبقى ده طبعا لازم تكون دي ايه؟ فولس، ما تعديش حاجه. حلو كده؟ كويس جدا. خلينا نشوف الديتيلز دي بتقول لي ايه. اولا اسم السيرفر بتاعي و بتاعه، عندي حاجه اسمها فولس، حاجه اسمها فولس ريسكان. هنتكلم عليها كمان دقيقتين كده. الباي باس فلترنج بقى ايه؟ دي بقى الحته اللي انا ايه؟ عايز اقول لكم، عايز اقول لكم عليها. بيعمل ابديت، احنا قلنا ان الفولت كل قد ايه؟ كل نص ساعه، كل 30 دقيقه. حلو كده؟ طيب بيجيب الابديت منين؟ لازم يكون بيجيب ابديت، يعني مثلا دبليو صوص بيجيب الابديت منين؟ من دبليو صوص سيرفر بتاع مايكروسوفت اللي هو عند مايكروسوفت. تمام؟ كويس قوي. انا هنا بقى بيجيب الابديت منين؟ من الباص ده فور فرونت دي 1 دوت مايكروسوفت دوت كوم سلاش سيرفر سلاش سكان انجن ابديت. تمام؟ ده الباص اللي بيجيب منه الابديتس بتاعته. تمام؟ الحاجه الثانيه كنا بنبص عليها الحته بتاعت ايه؟ الابديت فريكونسي.
ازاي؟ احنا واحنا بنعدل الباي باس فلترنج كتبنا ايه؟ خلي لي المانويل فلترنج سيرفر اللي هو كذا يباي باس الفلترنج وخليه تطول. لا انا بقول لك هاخد الكوماند ده كده كوبي نفس اللي احنا كتبناه ده واقول له حضرتك ما تعدلنيش في الباي باس فلترنج، عدل لي في الابديت في الابديت فريكونسي. اقول له الابديت فريكونسي بيبقى مثلا 15 15 دي هي بتتحسب بالدقايق. بقى الابديت فريكونسي لو انت جيت فيها تاني الابديت فريكونسي كل ربع ساعه، كل ربع ساعه تمام. طيب انا دلوقتي في حاجه في رسائل كتير وصلتني عندي وانا عايز الانتينال وير بعد مثلا يومين ثلاثه عمل ابديت، فانا عندي يريس كان الرسائل دي تاني يبص على الرسائل دي تاني. هل ده ممكن؟ قبل ممكن اخليه يعمل ريسكانينج على الرسائل تمام. احنا قلنا ان في حاجه اسمها ايه فولس ريسكان باي ديفولت ايه فولس، انا ممكن اخليها انيبل عشان اخليه يعمل ايه يريسكان الملاك الايه اللي وصلها تمام. انا لو جيت كده ابص هنا على الحته بتاعت ريسكان مسجز تمام، دي الصفحه الرئيسيه بتاعت الانت مير وير بروتكشن، انا جاي منها ايه كل الحاجات دي الحته بتاعت ايه ريسكان مسجز اللي هي دي اللي هي سكان ده اصلا من براجل يريسكان عليها تاني تمام. نفس الكلام نفس الكلام حضرتك في الكوماندين اللي فاتوا، انا اقول له حضرتك خلي لي السيرفر ده يعمل ايه الفورس ريسكان بتاعته تكون شغاله تمام. خليها لي ترو زي ما هو ترو خلي ترو بيقول لي ايه تو ريسكان مسجز اوريدي مان وير سكان اللي هي المان وير عدى اللي على سكان دي اصلا باي ذا هوست فلترنج سيرفيس رد ذا فولوينج كوماند خليه يرجع يبص عليها ايه تاني تمام. طيب كويس انا ممكن ايه اخليها ايه فولس ممكن اخليها ايه فولس حلو كده. طيب يبقى انا عندي هنا اقدر اتحكم في المده اللي هو بيعرض فيها نفسه ال 50 دقيقه الحته بتاعت الريسكان فورس ريسكان يعني بتبص على حاجات مهمه والحته بتاعت ايه البار اللي بيجيب منه الابديت بتاعه تمام. طيب ده بالنسبه لشغل الفور شيل اللي عمال بقى بتاع الفور شيل الخاصه بيه اللي انت منه. انا عندي هنا حاجه اللي هي بقى بنشوفها على اليو اي اللي هي الكونفجريشن بتاع الانتي مال وير بوليسيز. الانتي مال وير بوليسيز انا ظبطت الانتي مال وير بتاعي دي الحاجه اللي بظبطها فيه في الفريكوانسي الباث البوليس فلترنج الفريكوانسي الريسكان الحاجات دي تمام. بلوك دي هنشوفها دلوقتي لحظه بس نشوف بلوك دي معناها ايه بس هنشوفها في اليو اي يبقى انا فاضل لي ايه؟ فاضل بقى اني اعمل بوليسي. الكلام ده اللي انا عملته بالفور شيل ده هيتحط جوه البوليسي دي تمام؟ لان انا في البوليسي مش بكونفجر الكلام ده. الكلام ده مش بشوفه اصلا بالجي اي. انا بكلم البوليسي بقول له المسج اللي ديتكت فيه يعني فيها انتي مالوير على اساس الكلام ده لان المالوير الانتي مالوير بتاع الاكسشن انا مش بشوفه. يعني هو مش حاجه انا بشوفها زي مثلا الويب سنسر مثلا اخش جوه واقعد العب في الانتي مال وير. لا هو حاجه مش بشوفها هي بيلت ان جواه سيرفس جواه هي اللي بتعمل ايه انتي مال وير تمام. طيب انا هطلع في الفيديو ده كل شيء المره بنسى نفسنا. طيب انا هبوظ لحد هنا واعمل فيديو تاني نكمل فيه الحته بتاعت ايه الانتي مال وير بوليسي. شكرا لكم السلام عليكم.